السنة عندي 38 والسهلة ب 36 والملبن ب 36 والعلوة ب 36 والعجمية ب 38 والبسكوت المشادة 28 والبسكوت اللي هو اللوكس ب 32 الغريبة السيادة ب 38 غريبة كريز ب 44 وغريبة روز ب 44 غريبة فوز ب 50 في بتفرع عندي عادة ب 46 عندي بتفرلكس ب 58 الفرق ما بين السنة اللي فاتت والسنة دي يعني 2 جنيه مثلا في كل صف يعني السيادة أغلى من الملبن لأن السيادة أصلا الحكاية بتبقى كلها سمنة وعجينة والكلام ده فالملبن أصلا كده بيبقى رخيص وبياخد مكان من الحكاية بياخد حتة من العجين نفسه فاهماني؟ فكحكاية الكحك السنة بيبقى أغلى من الملبن عشان خاطر الليل الملبن بيبقى رخيص. في كحك سادة ب 28 اللي هو بدون سكر، في كحك بسكر ب 26 سواء كحك محشي ملبن عجوة عجمية أي حاجة برضه بسكر ب 26 أو بدون سكر ب 28، كحك المكسرات هو اللي بيفرق عامل 45 دي الكحك، أما البيتي فور عامل 34 والقريبة عاملة 28 السبتي عامل 44 هو البيتي فور اللوكس بس ما اعتقدش ان في حاجه والبسكويت عامل برضه 26 والاسعار اللي هي زي احنا عندنا الاسعار في تاني سنه على التوالي وهتزيد الجنيه خمسة جنيه بس اي حاجه عندنا مانيا جراندا ومش عارف ايه معلمين في الكيلو 8 جنيه احنا ما عندناش في اي حاجه بس تاني سنه على التوالي نفس السعر ولا زاد ولا نقص احنا بقى ادينا زبوننا وزبوننا اتعود عليه احنا مش ممكن نخسر نفسنا بس ما نخسرش الزبون يعني الزبون هو اللي هيدينا برستيج في المنطقه لما يلاقي قاعد زحمه هيجيب اللي غيره هيجيب بتاع بره لما يلاقي عندك انت في ناس واقفه قد كده بره هتلاقي اللي هناك لا شد على الزحمه وجاله ده الفكره كلها احنا والمكسب مش وحش مكسب حلو بس بدل مكسب 400 مش مشكله مكسب 200 في الكحك السادة ب 30 والكحك العجوة والملبن ب 28 في كحك مكسرات ب 36 في كحك فستق ب 46 في برضه بسكويت برتقان بسكوت برتقان ب 30 و 28 في بسكوت نشادر ب 26 في غريبة ب 32 في قرص منين بالسمنة البلدي ب 26 ورس عادي ب 16 الأسعار ما زادتش عن السنة اللي فاتت بس فرق 2 جنيه كده حاجة زي بسيطة بعد أول 20 يوم في ناس بتيجي بعد أول 20 يوم وفي ناس بتيجي يوم الوفاة الكحك السادة ب 46 الكحك الملبن والعجوة و 100 ب 44 والعين الجبل ب 65 ويبقى ممكن سعرها 45 فستق 35 روز 32 سنة والبوتيفور سعرها 45 جنيه والبسكوت 55 الإقبال أصلا في آخر 10 أيام بيبقى زايد في رمضان على الكحك والبسكوت طبيعي السمات طبعا ارتفع أسعارها وارتفع مضطر إن احنا نرفع الأسعار برضه يعني قريب من السنة اللي فاتت برضه بس أعلى شوية كحك السادة والملبن والتمر ب 36 عجمية ب 40 الفوز ب 50 الفوز ب 56 القريبة ب 38 عندنا نوعين من البيتيفور السبيشال ب 60 واللوكس ب 48 مكون المنتج نفسه يختلف السبيشال عن العادي او في كسرات بتزيد وبتبقى نسبه الطرفات فيه اعلى بالكراميل في بالفراوله في اشد اوقات الاقبال اخر 3 ايام واخر 4 ايام ده اشد وقت على الكحك والبسكوت ده اشد وقت الاقبال على العميل على المنتج ده يعني في اخر 3 ايام